حياكم الله مشاهدينا الكرام متابعي قناه الايام الفضائيه وحلقه جديده من برنامج الوسم. انا كرار حباب، فاصل قصير وفقره فيس تو فيس، خليكم ويانا لا حد يروح بعيد. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم في فقره فيس تو فيس، حيث الاخبار والمواضيع والاحداث والترندات المحليه والعربيه والعالميه واللي دائما ما تكون موجوده في برنامجنا برنامج الوسم. موضوعنا الاول في حلقتنا لهذا اليوم هو موضوع مهم جدا، الحديث بهذا الموضوع. في كل البلدان اللي عندها عدد سكان كبير جدا، عندها كثافة سكانية، هاي البلدان دائما ما تخلي قرارات وتخلي أمور تحد من العدد، عدد النمو، عدد الحالات يعني الإنجاب لدى العوائل ولدى الناس. اليوم موضوعنا، اكو إحصائية صارت في وزارة الصحة، طبعا في صحة الرصافة، صارت هاي الإحصائية عن عدد الأطفال اللي ينولدون يوميا وشهريا وأسبوعيا وغيرها من الأمور. هاي الإحصائية اللي راح نشوفها وراح نشوف تفاصيلها في أولى فقراتنا في موضوع في فقرة فيس تو فيس. هاي الإحصائية تقول بمعدل 13 طفل، مخرجنا ذا موجود، بمعدل 13 طفل في الساعة صحة الرصافة تسجل 111 ألف ولادة خلال 11 شهر اللي مضت. بمعدل 13 طفل في الساعة صحة الرصافة تسجل 111 ألف ولادة خلال 11 شهر الماضية. هذا الموضوع احنا نريد نسولف بيه ونريد نعرف تفاصيله ايضا. 13 طفل في الساعة في جانب الرصافة، 13 طفل في الساعة، هذا العدد اول شيء يعني احنا نبارك لهم هذا العدد، وان شاء الله الله يرزق كل العوائل، يرزقهم الذرية الصالحة. بس احنا اليوم لازم نعرف انه هل هاي العوائل قادرة على توفير عيشة كريمة لهؤلاء الاطفال؟ ما عندنا مشكلة، ولكن اكو عوائل غير قادرة، فاحنا نطالب كل الناس بانه عدد الاطفال يكون عدد معقول، مو عدد كبير جدا. طبعا هذا الموضوع يعني احنا ما نقدر نفتي به ولا نقدر نحكي ولا نقدر نعطي مثلا قوانين، هي الدولة هي تحدد. مثلا بالصين حسب ما اعتقداني طفل لك حق والطفل الثاني تدفع عليه ضريبة، في مصر طفلين الطفل الثالث على ما اعتقد تدفع عليه ضريبة. في الرصافة الانتاج ما شاء الله كبير جدا، بالساعة 13 طفل ينولد، بالساعة الواحدة 13 طفل ينولد. خلينا نشوف التعليقات وكلام الناس. طبعا هذا الخبر مثل ما تشوفون 13 طفل بالساعة الواحدة، يعني معدل انتاج ضخم وكبير جدا في جانب الرصافة. صادق يقول ما شاء الله انتاج الرصافة كلش قوية، حتى بهاي متفوقين على الكرخ. ما شاء الله وصدق كلش قوي. هاي مسميت لي اسمها بالالماني وتريدني هسه انا الفظه، بس راح الفظ الاسم الاخير زماني، ما اعرف شو اسمها او زمن زماني. المهم تقول صلوات الله يرزق كل محروم بجاه الحبيب محمد، الحمد لله وشكر. اكرم يقول المشكله اغلبهم عوائل متعففه، امكانياتهم الماديه ضعيفه
ويخلفون هالقد بدون وعي وتخطيط للمستقبل. الله سبحانه وتعالى ما قال صوم 12 شهر ولا صلي باليوم 24 ساعة. الإنسان له طاقة معينة، وبدون المال اللازم للحياة تكون أثقلت طاقتك وخليتها أثقلت طاقتك وخليت هذا العدد من الأسرة بموقف صعب، سواء كان بإرادتك أو لا. مصطفى يقول 111 ألف طفل مجهولين المستقبل. مع الأسف الآباء يفكرون بأنفسهم قبل أن يفكروا بمستقبل أطفالهم. يجب على الجهات المختصة تطبيق سياسة تحديد عدد الأطفال. أنا مع هذا المقترح. إحنا حاليا يجب أن نطبق هذا الموضوع، لأنه ما شاء الله إحنا إنتاجنا كبير جدا يعني وغزير جدا، فيجب أنه نحدد هذا الموضوع. علي يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. قانون تحديد النسل لازم يتطبق، وإلا حالنا حال مصر بالمستقبل. بعدية المستقبل، طبعا هذا كان آخر تعليق، المستقبل مو مجهول. إن شاء الله إحنا مقبلين على يعني تطور، مقبلين على نهضة جديدة بالبلد، فلذلك المستقبل إن شاء الله يكون مستقبل حافل. وإن شاء الله الأسر الكريمة، يعني أنا ناشدهم من خلال حلقتنا لهذا اليوم، أتمنى يكون يعني العدد معقول. طفلين كلش كافي، بالزايد ثلاثة. اليوم أنت إيش قد تريد تبقى لهم؟ إيش قد ما يكون العدد أقل، إيش قد ما تقدر راح توفر لهم حياة كريمة أفضل، إيش قد ما راح تقدر تساعدهم، إيش قد ما دخلك راح يكون مكفيهم ومكفي مدارسهم ولبسهم وطلعاتهم وطباتهم وكل هذا الأمر. فهذا الموضوع حبيت أنه فقط بما أنه هو ترند حبيت أسولف به، وأيضا إن شاء الله الله يرزق كل شخص محروم وكل عائلة، وإن شاء الله هذا الموضوع يتم تحديده من قبل الدولة. موضوعنا الثاني في هذه الحلقة كأس الخليج، الترند المحلي العربي الخليجي الكبير. كأس الخليج هواي أمور، هواي عمل، هواي شغل حاليا جاي يتحدد وجاي ترسم ملامح البطولة من جميع النواحي. كأس الخليج في البصرة حيث الكرم والطيبة، حيث المدينة الجميلة مدينة البصرة، هاي المدينة اللي هي دائما ما تكون معطاء للبلد والعراق ولكل الناس. كأس الخليج راح تصير بالبصرة بغضون أيام إن شاء الله، يوم 6/1 بالسنة الجديدة مباراة الافتتاح. موضوعنا شنو؟ طبعا أنا قررت أنه أدعم البطولة من قبل حلقات، فقط الدعم، لأنه البطولة بحاجة إلى تكاتف قوي من قبلنا احنا كإعلام ومن قبل الجماهير حتى نوصل رسالة مفادها انه العراق والبصرة آمنة وجاهزة كل الجاهزية لأجل البطولة. موضوعنا لهذا اليوم شي يقول؟ احد اعضاء الاتحاد العراقي لكرة القدم صرح تصريح في احدى القنوات وقال افتتاح كأس الخليج راح يكون اجمل من افتتاح كأس العالم في قطر. هذا الموضوع صار ترند وصارت عليه هواي آراء مختلفة. البعض قال احنا ممكن نقدر نسوي الافتتاح احلى من كأس العالم، والبعض قال هذا كلام مو معقول، والبعض الاخر كانت عنده آراء اخرى. ولكن انا اريد اقول شغلة معينة، الافتتاح فعلا راح يكون مبهر، فعلا راح يكون جميل، تم رصد الى مبلغ قوي جدا، وايضا الناس اللي مسؤولين اشتغلوا وجاي يشتغلون وجاي يعدون الأيام والساعات والعمل المتواصل. خلينا نشوف التصريح ونشوف آراء الناس، وبعدها أيضا نتحدث بهذا الموضوع بشكل مفصل. اتحاد الكرة حفل افتتاح خليجي 25 في البصرة سيكون أجمل من حفل افتتاح مونديال قطر وسيكون صادما للجميع. هذا التصريح اللي كان من قبل السيد فراس
بحر العلوم، عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم، حتى نحكي أكثر عن هذا الموضوع، وحتى نسولف أكثر ونشوف الرأي الصائب. ويانا كرار محمد، الزميل الصحفي كرار محمد اللي هو عضو المكتب الإعلامي في الاتحاد العراقي لكرة القدم. كرار، أهلا وسهلا بك ضيفا عزيزا على قناة الأيام الفضائية. مرحبا اخوي، مرحبا بك مشاهديك، واحييك على برنامجك هذا الجميل اللي متابعانه حلقه حلقه. الله يوفقك. كرار، بالبدايه اريدك تسولف لي عن التصريح اللي ظهر وصعد له بالاستاذ فراس بحر العلوم عن افتتاح كاس الخليج. هل هو فعلا بهذا الكلام؟ هل هو فعلا سيكون مبهر؟ هل هو فعلا سيكون اجمل من المونديال القطري؟ حدثنا عن هذا الموضوع كرار. تحية لك عزيزي الكرام مرة ثانية، وتحية لمشاهديك الكرام. بصراحة أنا أشوفه تصريح جدا طبيعي، يعني بحكم أنه التقنيات الجديدة اللي راح تستخدم بحفل الافتتاح اللي تستخدم لأول مرة بالعراق، وبالتالي يعني أشوفه تصريح جدا طبيعي. أنا استغرب جدا يعني من ردة الفعل اللي دا شفتها من بعض الجماهير سواء كان عربية وعراقية بالتحديد، أنه البعض يقارن أنه مشاركة بالمنشآت القطرية ويقارن الوضع العام بالوضع العام القطرية والوضع العام بشكل عام يعني بالدول المحيطة بنا. أنا أشوفها تصريح جدا منطقي، لأن حفل الافتتاح راح يكون على مستوى عام، راح تستخدم به تقنية الفوليجرام لأول مرة بالعراق. هذه التقنية اللي تعتمد على التقنية الثلاثية الأبعاد واستخدام 60 درجة، يعني هذه تقنية جديدة راح تدخل إن شاء الله. بالتالي أيضا الجمهور راح يشارك بها من خلال إعطاء بعض الجماهير ساعات، ساعات اليد اللي تشبه ساعات ابل او ساعات سامسونج، لان يمكن هذه ساعات خاصه يعني تستخدم لاول مره. فيكون الجمهور جزء رئيسي من هذا التفاعل اللي راح يصير. انا ما راح اكثر اسولف اكثر على هذا الموضوع خوفا على الفكره، يعني لا مثل ما يقول مصطلح الدارس تحترق وما راح تكون مفاجاه بها. بالتالي جمهورنا راح ينبهر جدا بحفل الافتتاح ان شاء الله، يعني الفعاليات راح تكون ممتازه جدا. اريد نستثمر وجودك اذا تسمح لي، اريد نستثمر وجودك. هاي الفعاليات وحفل الافتتاح واللي راح يصير، قالوا انه انصرف عليه مبلغ محترم جدا، واكو شركه اجنبيه مختصه بهذا الموضوع. اليوم انا ما اريدك تقول لي وتحرق لي المفاجات اللي راح يصير بالحفل الافتتاح البطوله، ولكن اريد من خلالك توصل رساله للجمهور شنو الفعاليات اللي راح تصير، شنو الاماكن، شنو الشغلات المفرحه اللي راح يلقاها المشجع العراقي والمشجع الخليجي في البصره. اولا انا بصراحه يعني استغرب كثيرا على النظره السوداويه اللي تحملها بعض جماهيرنا والبعض الاخر اللي يعني ما صفوا مانا بعراقيين وعدم الوطنيين، اللي دا شافوا مانا من خلال السوشيال ميديا والحملات يكونون يعني بإصدار رسالة أنه العراق عبارة عن قندهار، قتل في الشوارع، ما أعرف إيش. ما هذا موضوع جدا مستغرب بصراحة، لكن جمهورنا الواعي والمثقف هو على قدر المسؤولية. وبالتالي اليوم هذا رسالة يعني الاتحاد العراقي بالتعاون مع الشركة المنظمة لحفل الافتتاح وكذلك الشركة المنظمة للبطولة يعني بشكل عام، أنه رغب أن يكون الجمهور العراقي جزء رئيسي من حفل الافتتاح بشكل يعني عام، هو فخر لكل الجماهير العراقية، وهذا دليل على ثقة الاتحاد العراقي لكرة القدم للجماهير العراقية، لأنها تكون على قدر المسؤولية وتكون جاهزة تستاهل أنه يكون هذا زين يعني يليق بيها. أما موضوع يعني قلت لك أنا ما أقدر أحرك يعني، بس مبدئيا يعني راح تكون نجمين عراقيين فنانين عراقيين راح يكونوا متواجدين، يعني فنانين ترند إن شاء الله، بالإضافة إلى شخصية محترمة أخرى فنان عربي أيضا راح يكون يشاركهم الحفل. كذلك أيضا يعني حتى عارف الحفل هو فنان عراقي مو مطرب، لا بعيدا عن فنان ممثل زين، يعني شخصيه محترمه جدا بالمجتمع العراقي ايضا راح تكون عريفه في الحفل او عريف الحفل بال خلال البطوله او حفل الافتتاح. راح تنبهرون ان شاء الله، مده راح تكون 25 دقيقه زين. هذا ما تم وضعه من قبل الشركه زين. كرار اريدك تحكي لي عن ملعب الميناء، شنو النسبه اللي وصل لها من الجاهزيه؟ ايش قد باقي؟ ملعب الميناء اخوي، ملعب الميناء كامل 100% فقط الاعمال اللي تشوفوها والصفحه اللي منتشره اللي تشوفها الجمهور يعني زي. المحيط الخارجي للملعب مثل ما تعرف انه بعض العشوائيات كانت موجوده، ايضا مبذل كان مبذل الالياف ثقيله اكرمك الله المشاهد، تم طمرها، تم ازاله العشوائيات، تم البعض كان معترض على كيفيه وضع انه يستمر جدار عزل العشوائيات عن عزل
الكذا وكانما جعل نفسه ونصب نفسه مدافعا ومحاميا على بعض زين المتعوذين وكذا. ملف النقل كرار، ملف النقل موضوع مهم جدا. النقل راح يكون شركه حسب ما عرفت اسبانيه وشركه اجنبيه، لو هي نفسها الشركه العراقيه هي اللي راح تنقل. نفس الفكره لك وللمشاهد انه جميع الشركات اللي تساعد في العمل على البطوله هي شركات معتمده من قبل الاتحاد الخليجي، يعني الاتحاد العراقي غير معني اطلاقا بهذه زي. الشركات. الشركه المسؤوله عن ملف النقل هي شركه اجنبيه، شركه اسبانيه، نفس الشركه اللي ساهمت في تصوير ونقل كاس العالم في قطر، ايضا راح تكون هي موجوده وتكون مسؤوله عن النقل التلفزيوني. فقط المصورين والمصورين العراقيين راح يكونون ايادي عراقيه، اما ملف الاخراج وملف الفيدات وغيرها من هذه الامور الملفات الفنيه راح تكون هذه الشركه الاجنبيه المسؤوله عنها. كرار، افهم من كلامك انه المعدات والكاميرات والشركه اللي نقلت كاس العالم في قطر هي نفسها المعدات التي نقلت كاس العالم في قطر راح تكون مستخدمه في بطوله الخليج في الدوحه. اها، تصريح مهم. عاشت ايدك. بالنهايه شنو تقول للجماهير، شنو تقول للناس المسؤولين، شنو تحب توصل من رساله كرار؟ بيوت البصره مفتوحه، بيوت العراقيه المفتوحه، ابناء البصره من الشباب الواعين هم على قدر المسؤوليه. اليوم انا شفت الاهالي مرحبين، بعض يعني بعض المواطنين العراقيين قاموا بمبادره بفتح البيت لمن يريد ان يبيت في البصره، لمن لا يمتلك حجز في فندق. كذلك اليوم اللي وصلت معلومه لك حصريا لبرنامجك انه بعض المساجد وبعض المكانات الدينيه وبعض مكانات العباده راح تكون مفتوحه ايضا للجمهور العراقي. ايضا راح اعطيك معلومه حصريه اخرى. نعم. بعض المواكب الحسينيه راح يكونون جزء رئيسي لتوزيع الماء وتوزيع العطائر وتوزيع الامور الاخرى الى الجماهير العراقيه، راح تشوفون اشياء لاول مره تحدث بالبي سي بطوله تاريخ بطوله الخليج. راح ينظر الجمهور الخليجي والجمهور العربي بهذه الفعاليات. يعني لحد الان وصلت موضوع التقديم على بطاقات الاعتماد لبطوله الخليج اكثر من 400 صحف واعلام الخليجي، هذا مدعاه للفخر. ان شاء الله البصره حاضره وجاهزه لاستقبال الاشقاء والعراق امن ان شاء الله وافضل العالميه ان شاء الله. شكرا جزيلا الصحفي الرياضي كرار محمد، عضو المكتب الاعلامي للاتحاد العراقي لكره القدم، كنت ضيف عزيز علينا على ساعتنا التلفزيونيه من برنامج الوسم، شكرا جزيلا لك. طبعا مشاهدينا الكرام قدرنا انه نطلع بحصريات من الزميل كرار محمد ومعلومات قيمه، اهمها المعلومه اللي ختم بها اتصاله وقال وذكر انه المواكب الحسينيه راح تكون موجوده لتقديم المياه والطعام وكل المستلزمات اللي يحتاجها الجمهور. شكرا لكم، عاشت ايديكم. هذا هي الطيبه، هاي هي النخوه، الشجاعه، هاي هي العراقيين، هاي العزوبيه العراقيه اللي دائما ما نتحدث عنها والعراقيين معروفين بها، الكرم والطيبه وكل هاي الامور. عاشت ايديكم وان شاء الله نخرج ببطوله مهمه. وايضا ذكر انه موضوع الكاميرات والشركه اللي نقلت بطوله كاس العالم هي نفسها راح تنقل بطوله الخليج. فرصه هذه من خلال كل الناس انه نبين انه العراق قادر على تنظيم البطولات. طبعا مشاهدينا الكرام خلينا نشوف التعليقات حول هذا الموضوع. يقول علي تستاهل البصره، علي عيسى الرباعي، واهلها والعراقيين، اما اللي ما عاجبه لا يدوخ نفسه ويشوه سمعه بلده، المهم نجاح البطوله وما يهم الافتتاح. كل الدول العالم الان الافتتاح شيء يرمز للثقافة البلد ويكون بسيط ومتواضع، واكيد احنا بعد غياب وابتعاد نتمنى بالافضل والممكن. شيماء تقول مو الا تقارن بقطر وتصرحي تصريح تالي ما تالي ما ندبرها، لا احنا راح ندبرها وراح تكونين متاكده، اشتغل وسوي اللي عليك واذا طلع مرتب حتى لو بسيط المهم مرتب والناس مرتاحه ودخولهم منظم وبدون هوسه وازدحامات وارباك. محمد يقول يجوز المبالغ التي تصرف على حفل الافتتاح اكثر من المبالغ التي صرفتها قطر. هذا الموضوع المبلغ تم تحديده 33 مليون دولار تم تحديده ويجاري العمل به بكل شفافيه بصرف المبلغ، حفل الافتتاح والختام، والشركه هي بصوره عامه 9 مليون دولار راح تكلف الافتتاح والختام والتنظيم وتنظيم البطوله 9 مليون دولار اضافه الى المبالغ الاخرى، فالمبلغ جاي يصرف. وهذا ال 9 مليون دولار بالنسبه للبطولات هذا مبلغ عادي طبيعي جدا،
طبيعي جدا. اليوم احنا في تحدي كبير، بمبلغ بسيط راح نقدر نحقق بطوله راح نبهر بيها كل الدول. يوميات بغداد يقول احنا شو نريد غير شيء يرفع الراس، بس يعني بدون مبالغه بالكلام، اكيد واكيد راح يطلع شيء حلو لان المنظم شركه عالميه ومعروف. هذا كان اخر تعليق بخصوص موضوعنا الثاني اللي هو موضوع بطوله كاس الخليج في البصره. مشاهدينا الكرام، كاس الخليج بالبصره ان شاء الله راح ننقل كل فعالياتها وراح ننقل كل تفاصيلها وكل الامور والاخبار ايضا راح تشوفوها عبر قناه الايام ان شاء الله، وراح نوافيكم بكل التفاصيل. وايضا قبل البطوله راح نوافيكم بكل التفاصيل وكل المعلومات اللي تحتاجها واللي تريد تعرفها من خلال ذهابك الى البصره ومشاهدتك ومتابعتك للبطوله. موضوعنا الثالث والاخير في هذه الفقره، في فقره فيس تو فيس، هو موضوع دائما ما نتحدث عنه وموضوع بعيد عن الرياضه، نخلي الرياضه على جانب، وهو هذا الموضوع مفرح. انا واحد من الناس احب واشجع على هيك مواضيع. الشرطه المجتمعيه بدات تاخذ مساحتها وبدات تشتغل اكثر واكثر بالبلد. شلون؟ الشرطه المجتمعيه تقول عالجنا اكثر من 1500 حاله ابتزاز الكتروني معظمها نساء وفتيات. معالجين 1500 حاله. يعني خلال الايام اللي مضت او خلال الاشهر اللي مضت، اول شيء عاشت ايديكم هذا اللي نبحث عنه. موضوع الابتزاز الالكتروني اللي يصير عند بعض الناس، حتى رجال يصير عندهم موضوع ابتزاز الكتروني، والاغلب يصير عند الفتيات، هذا موضوع مهم. اتمنى من الفتيات ما يخافن ويتم اللجوء الى الشرطه المجتمعيه، يتم اللجوء الى القانون، الى الدوله، هي اللي راح تاخذ لك حقك وتعاقب لك الشخص اللي ابتزك. الشرطه المجتمعيه بكل البلدان ماخذه مساحتها، الا بالعراق ما شفناها كانت ماخذه مساحتها الكافيه، هسه بدت تاخذ مساحتها. وبدت تنشر الوعي الثقافي والوعي الحضاري والوعي بين الناس، وشلون تتصرف وشلون يعني حتى على مستوى الاسره شلون تتصرف وشلون تعامل ابنائك، شلون تعامل ابائك، غيرها من الامور الناس. هذا موضوع مهم جدا. اليوم خبر مفرح، تم معالجه 1500 حاله ابتزاز الكتروني. لا شفنا وحده منهن انتحرت، ولا شفنا وحده منهن اهلها سووا بها شيء ولا شردت، لا، تم معالجه الموضوع بكل بساطه. اتصلوا بالشرطه المجتمعيه، يابا هذا الشخص، هاي الصفحه، هذا الرقم جاي ابتزنا، اخذوا على عاتقهم هذا الموضوع وتم علاجه وتم العمل وتخليص الناس او الفتيات من هذا الموضوع. خلينا نشوف الموضوع وتفاصيله وتعليقات الناس. تقول الشرطه المجتمعيه عالجنا اكثر من 1500 حالة ابتزاز الكتروني معظمها لنساء وفتيات. زين يقول بعد ماكو ثقة اتمنى يكون ياخذن درس. طبعا محمد يقول كما تدين تدان، بالخير والشر مهما فعلت سترده لك الحياة يوما. هو طبعا يرجع للموضوع. احمد يقول الابتزاز حال المخدرات، كلهم امراض نفسيه. انا اتفق وياك. اسمك هسه، اسمك انت شنو؟ هسه شنو؟ راح اقرا اسمك الاخير، كاليكي، كالياكي، كلياكي، ما ادري شو اسمك يعني. يا اخي اكتب اسمك عادل، اكتبه بالعربي، واذا تكتبه بالانجليزي اكتبه اوضح. والله كارثه، هسه طلعتنا ما نعرف نقرا قدام الناس. يقول اي طبعا كله من وراء شركات الاتصال، شهر اذا ما تعبي رصيد تبيع خطك لغير واحد ويفعل حسابك ويصير براسك هيك. هذا الموضوع مهم جدا، اتمنى من شركات الاتصال العمل به. انا واحد من الناس يعني انضريت من هذا الموضوع، رقمي السابق هسه ما ادري، بقيت ست اشهر ما اعرف شنو غالقه، هسه ما اعرف وين عدمن. وايضا هذا، فاتمنى يتم علاج هذا الموضوع. انا اشتريت خط، خلاص بعد ما لك علاقه، افتح خطوط، سوي 0777، اوصل للتسعه، اوصل للمية، شو علينا احنا؟ هذا الموضوع مهم جدا،
زين هوايه يعني رقم ارقام راح جاي تجي حتى لبعض الزملاء انضمام الى تليجرام ادري شنو انا رقمه يقول انضمام الى تليجرام زين وقبل يطلع للناس فاتمنى هذا الموضوع يتم علاجه من قبل الشركه. هذا كان اخر تعليق واخر موضوع في فقره فيس تو فيس. مشاهدينا الكرام وصلنا الى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج الوسم، حتى ألتقيكم في الحلقة القادمة، قلكم في مالا.